السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على ALX أفريقيا. طبعا في دفعتين السنة دي، دفعة شهر 1 23/1 اللي هو كان النهاردة أول سيشن فيه، ولسه في دفعة تانية 20/2 واللي لسه هتبدأ. النهاردة هقول لكم ايه اللي المفروض يكون عندك قبل ما تبدأ المنحة بتاعتك، وهقول لكم النهاردة برضو ايه اللي حصل في أول سيشن. طيب اول حاجه، انت لما بتسجل، لما بيجيلك رساله القبول قبل ما بتبدا بميعادك باسبوع او 10 ايام، بيجيلك كذا مسج بيكون فيها السلاك بتاعك والانترنت بتاعك، دول عشان تقدر تعمل اكونت وتقدر تشوف الداشبورد بتاعتك وتقدر تشوف المحتوى اللي هينزل والبروجكتات اللي هترفعها والتسكات، كل الكلام ده هنمسك كل حاجة ونعملها. طبعا بيجيلك على الايميل كل حاجة، وانت مجرد بس ما بتغير الباسورد بتاعك، بتعمل باسورد جديد وبتدخل على الاكونت وبتحط بياناتك، تبقى زي الفل. دوت ال اكس ده الـ ده السلاك، تمام، بيكون بالشكل دوت. وفي تشانلات سلاك شبه الديسكورد بالظبط، لكن ده خاص بيهم بقى. طيب في الانترنت ده بيكون شكله لما بينزلوا عليه الكاليندر، تمام. طيب خلينا اول النهارده ايه اللي حصل في اول سيشن. انت كده عرفت ان الاول انت قبل ما تخش، قبل ما تبدأ اول سيشن بتاعك، لازم تكون عامل اكاونت في سلاك وتكون عامل اكاونت على الانترنت. طب النهارده ايه اللي حصل؟ النهاردة كانت محاضرة تعريفية جدا، وعرفنا شوية حاجات زي الانترنت، ان هو عليه كاليندر لكل ايفنت والبروجكت اللي احنا هنلاقيها في الدبلومة بتاعتها او في المنحة، وهيكون في الدروس نفسها. طيب خلينا اول نمسك احنا حاجة دلوقتي، الكاليندر دوت انت لو خدت بالك هتلاقي 25 و26 و27، كان في كمان 23 اللي هو النهارده، بس طبعا اليوم خلص وحضرناه. انت هنا لما مثلا بفتحها في نيو تاب، هنا بيجيب لي اليوم، بيجيب لي اللينك، لان هو كان لايف على اليوتيوب. لو دخلت على اللينك ده كده هيقول لي ان هو لسه هيبدأ ايه بعد يومين مثلا، او بعد 43 ساعة. طبعا اللايف ما بيخلص، بيفضل على نفس اللينك تاني عادي. انت طبعا بيبقى فيه حضور، علشان تسجل حضورك انت بتكتب هنا التكة I will attend، انت كده سجلت انك هتحضر او خدت حضور يعني. دي اول حاجة. طيب ده بالنسبة للمحاضرات في الحتة دي. في ايه تاني؟ طبعا دي الداشبورد، صفحة الداشبورد. لما بتك على اللوجو دوت كده دخلتني على الداشبورد. المربع دوت بيظهر فيه البروجكت بتاعتي او البروجكت اللي انا هرفعها يعني في مكانها، وبيجيب لي في كل واحد الميعاد بتاعه من كام لكام، وبيجي لي النسبة بتاعته كام في المية بعد ما الميعاد بتاعه يخلص. يعني مثلا في بروجكت هيقعد يومين من 25 لـ27، بعد ما رفعته وبعد ما المدة بتاعته تخلص هيقوم جيب لي انا جبت كام في المية، 100%، 80%، 50%، على حسب. طيب طبعا طبعا بيبقى انت ليك كذا ميعاد ترفع فيه البروجكت. يعني مثلا انت لو رفعت البروجكت بتاعك قبل الديدلاين بتاخد 100% سكور كامل. طب لو خلصته بعد اول ديدلاين، لان هو في كذا ديدلاين، طب يعني لو الديدلاين بتاعه الاول خلص، انت كسرت اول ديدلاين، هيتحسب لك من 65%. يعني انت لو عامله كله صح هتاخد 65% بس. طيب ازاي اجيب بقى 200% او اكثر من 100%؟ عموما بيبقى في تاسك زياده، تاسكات زياده انت لما بتعملها في اي وقت انت بتحبه عادي ملهاش ديدلاين، بيديك بونص سكور، فوقتها تقدر تجيب ال 200% وتعدي ال 100%. طيب دي حاجه برضو بالنسبه للبروجكت. بالنسبه للسكور دوت، ولسه ما ظهرش لغايه دلوقتي بس لسه هيظهر، اللي هيظهر في السكور هنا
كل يعني المحتوى اللي هتدرسه طول الشهور، تمام؟ طبعا هو كده هيكون مبعوث في الميل، بس انا بتكلم على الداشبورد بتاعت انترنت. لو دخلت انا على ماي بلانينج ديت، ده هشوف الكالندر بتاعي، شايف الشهر جيب لي شهر يناير كله وايه اللي هيحصل. يعني مثلا هنا طبعا حددها مانس ولا ويك ولا داي، وبيقول لي مثلا هنا ايه اللي هو 23 اللي هو النهارده جيت ستارت مش عارف ايه، ده اللي هو اللايف. البرتقالي دوت ده اللي هو اللايف. الازرق ده التاسكات نفسها، والازرق الغامق ده بدايه التاسك، والازرق الفاتح دوت نهايه التاسك. طبعا كل حاجه ليها تاسك وليها تاسكات، ولو بس لغايه دلوقتي مفيش تاسك فعلي هنعمله، لكن انا بفهمك يعني الفكره والالوان. طيب لو اتكيت على السهم ده كده هيجيب لي شهر فبراير، ولو اتكيت على السهم تاني مارس، وهكذا لغاية طول السنة. ده انت كده عرفت ان انترنت في كالندر. هنا نفس الكلام في البروجكت بتوعك، برضو نفس الكلام احنا اتكلمنا عليه في الداشبورد في الاول. نيجي للساند بوكس. الساند بوكس دوت طبعا انت عارف ان احنا هنشتغل باللينكس في المنحة. طيب هل انت لازم تنزل اللينكس والابونتو؟ لا مش لازم طبعا. في كذا طريقه انك تنزل اللينكس او الابونتو، انك تخليه نظام اساسي مع الويندوز عادي. لو انت عايز تخليه نظام اساسي بتاعك من غير الويندوز تشيل خالص الويندوز عادي جدا برضو. لو عايز تنزل في ام وير وتحط الابونتو عليه وتشتغل عليه عادي. لو عايز تنزل الابونتو على فلاشه وتشتغل على الفلاشه عادي جدا، كل دوت موجود ومتاح. لكن الافضل بقى هنا ان هم حاطين حاجه اسمها ساند بوكس هنا، ده اللي احنا هنشتغل عليه في الاوبونتو، والاوبونتو هنا موجود بكل ملحقاته. طيب ازاي بيستخدم لسه ما عرفناش، بس هنعرف قدام وان شاء الله هنقول لكم برضو. طيب يعني طب ايه الافضل استخدم؟ لو انا يا عم انا منزل لينكس وعايز انزل لينكس، طب استخدم لينكس اللي عندي ولا استخدم ساند بوكس؟ الافضل هنا ساند بوكس. طب ليه؟ انت ممكن تستخدم ال الابونتو مثلا عندك او ايا كان، بس هتكون على مشاركة الخاصه. ليه؟ لان ممكن التشيكر يبقى مختلف عن هنا وهنا، فوقتها انت حاجه تكون عاملها صح ويحسبها لك غلط، فديت محدش متاكد منها، فعشان كده يفضل انك تشتغل على الساند بوكس. طيب دي حاجه. يعني انت كده مش محتاج تنزل الاوبونتو او لينكس او ايا كان، لا كل حاجه موجوده. ده كان باختصار شديد اللي حصل النهارده. طبعا في الاخر قعدوا يرغوا شويه كده ويجاوبوا على شويه الاسئله، ولكن ده باختصار اللي حصل النهارده. وان شاء الله كل سيشن نعمل فيديو، ولما يبدا المحتوى نفسه برضو ان شاء الله نحاول نشرح على قد ما نقدر يعني. واشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم. Oh, no, no, no.